السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا مدحضة حسب كل مية مدحضة مدحضة حسب وطني وحن سلام يا دمان حسبي أن كثر سنة حسب وعد حسب وطني مدحضة قرن كم مدحونه كم ذي هاي لما أنت ضوا سلام يا سلام تيدو ومد كل يلابا وح سلام يا مر لبعض مدحضة حسب وطني يا هل كم فريدة هي إيه مستنبتك ريركا أما أصحاب تيدي أما كليجي أما با تاجر رياشي دي مركي هراء يو إيمن كبا إتاجر سن سيدا هل كان لقد دواشي أنا جوا حنا هاي حلبان كسب هاي حسب جا كل مية ما أنت وبيش أكتوبر لما تهاي كوبي صدق بيش أكتوبر عاوة وحنو سو ورقي حسب جا وطني رنتي هل كان حفلة في عمبا لغبطي أما أنت لو اللي قبضي وان كان لي ربط بطي مركا هذا اللي يرى سنافنا فدانكو الله رالي هذا صاحب هذا يدي كل مية رجع عن هل كان كسلام يا محمد عوض فرح اللي كل اللي لهذا وكل مية هي هره وقدومه هي جي واحد نقب صدي لما أنت يا كل مية عصب أو هذا الصباح أنت أنا وضع شغلي كل مية مدة أفريقيا طبعا كسلنا ضد هاي أنا أحس بقى كل مياها رجع أنا وضع شغلي وح أبا كمان وكل تجين ما أنت صاحب بيال وح إنه أنا قال لي جمعي قان قبيلت لي جمعي قانو على قاتلنا ما يوحى إنك استنى سمعنا يو رالي هذا رنتي وضنيه ده يو شرفته يو هرمك وضنك أيان كهذا أنا جو وين يقانين ضد كرير سومالي أنا ندمه حسب جا كل مية واحد نقطة جي دنيه قرن كلها دنيه وطن كلها دنيه سنة كلها أيام كأركواي واحد كم ذا وضدي عرقابه يبرعوس كحريسي السدح بغلق كيلومتر هاي ويتاجنت هاي وحنا كل ما هن عصب أدم به أي توجيه أو لميه نكل هذا حرسي بلا ما هي جي هره مركان كل ما هن قطب دي وحقبت كا وضد كل ما وضد محي توي عرقابه كل ما وحي هاي نمبر ون إن وحلاقة قبته وحنا كتها جاري إن وددها هدي لا سمعنا يو أن تاجر حسب جا كل مية وانا دقاتي وحنا دقاتي مدحونا تمرد يحرسي على حاج حسن وها مشينكي وددهاس ودي وحنا قارسي هير بقول كي بشان يتباطنا وحو صار دقة كنت نكون أحبوا دامورة كل لاود أما كل لبا كل لاود أحبضيا قاديد بو كان فربضن وحو سميي وكالة أنبا هيئات كو شغالة أو محايا هيتوي وددا كشغين إسا حوغة أوين ووصاري ودداس انتي وحو سكتاكي وددي وحاضر أن نوغنا هي مانتا إن دامركي دلالي إن داد شعب غارغاتين أو لسيي دامركي
إن حبادي تولين كلوشتو إن قاديد كي قلبا مالن كريستو وعدكو باباي وحيالها سوكالي مركانو عرقناي حسبكي كل مية هو سيودعي وحقبت كي سينبين بلنغضة وحب اللغاتكو أها دكدة مايت كميت من بانو هكو المدحوين وانو دي سنين ويبي ودقح لغاي وانسميني أبودي مشروع SDF لغاية Somali Development Fund يالو قدري لما مليان يو أفر بغلوكون أي أشتي غير لغيس ميني وطلعت دكتاس مشروعي أسلي أفكا والغندي وحينا هذين لبلابو سنة دي بركهر أمبا وقت غاس إن لبلابا إيه شرائك باكو قولستي شركة كينيانا كو قولستي دو شرائك بود ثلثمين dekedas waxa laga saaray khadkii arimo siyaasadeed miya ma arimo ma garanayno ila hadda nooma cada sidii ay u luntay dekedas maxaa aan garanay waxan uga tagnay xisbiga kulmiye مشروع TBLT ليله هو دورده هو سليه أو لغو سمعنا يوم مشاريع ووين أو لاميو لسميال يتو برا لغو سينا يا ذات كشغالها ومجالين كلغو دي سيو مشروع عس وحين جرها بين مدحوين كحجانك تمريدة هذا نوحو عرريا إنه نغضه madaxweyne ku xigeen kale taasna waxay ahayd arin laga xishoodo oo ninkii deweynu sugada qofku ka waynu seega in la rabo iyo in la rabin laakiin khasaban madaxweyne ku xigeen ku noqonaya wadankiina waxba qabanayo waana markii marbo halka yaray imi abaarihii ay ahayd waxaan leen war abaarihii dadkii way liitaan maxad madaxweyne u taraysa wuxuu yiri de waxaan qabanaya boqol booydood baan bixinaynaa Ismaaciil Haaji Luur buu yiri sii bixiyo dib lama usa hadal waa chi beelchigi kaasu waxaan idiga sheekaynayaa dadka reer Sanaag dhaqtarka Cargaabo boqol kun oo qof ayaa ku xiran inay iska daweeyaan ama gobolku dadkii kabaastiga isbitaalku dad intaa leeg ayaa ku xiran uu dhaqtar u yahay dhaqtarka mashruuc baa loo soo fargareeyay SDF-ka mashruucaas $2 million buu ahaa $500,000 waxaa lagu keenayay waxa lagu sameynayaa dhismaha waa sidii injineeradu ay sameeyeen oo loo qoondeeyay $500,000 dawada lagu keenayay laba sano ama saddex sano ku filata dadka danyarta ee reer Sanaag $500,000 qalabba lagu keenayay sariiro qalabka wax lagu qalo qalabka wax lagu baaro scan qalabka noocaas $500,000 running cost buu ahaa oo waxay ahayd in administration-ka iyo mushaharka shaqaalaha gunooyin lagu siiyo $2 million loo qoondeeyay hadda xoogaa dhismaha ka socda dhismahaas ilaa $420,000 ayuu iminka gaadhayaa welina waa qabyo theatarkii iyo emergency-gii iyo wixiibana waa laga reebay waxa walaaqda dad yar oo fura ku tirisa oo maray imaada marra noqda mashruucii dhammaa ee $2 million ahaa shilin kama hayno wax la keenay saddex nin oo laydhu waa dhakhaatiir oo dadka reer Sanaag baan la hadlayaa
saddexdaa dhaqtar dhaqtar maaha waa dad lacagta lagu cunayo iminka wan yar bay sanad bay joogeen mushaahar bay qaataan $3,000 iyo $4,000 ayaa midkiiba qaataa waxayna fadhiyaan meelo iska cidlaa sigaar bayna ku cabaan gidaarda waanu ka hadalay wax alaale wax laga qabtay may jirto waxa raninkoski ama administrationki qaatay shifaad hay-ad la yidhaahdo oo joogta halkan shifaad waxay samaysay inay dhakhaatiirta keento dadka ay dhakhaatiirta ku sheegay mashruuceena dib u riddo wixii lacag ku bixi lahaana ay iyadu maamulato shaqaalihiina weli waxba lama siin taas waa dadka dhakhtarka dhakhtarkeeni waa ka waxa dhacday markaa maanta hal xaboo qalabi mayaal hal xaboo kiniini mayaal maamulka ma jiro waad arki doontaan gudihiisa laba inan oo dhakhtaraabaa jooga labadaa inan midna bayroolka kuma jiro dowladda waxyaalahaasoo kale markaanu aragnay dee waxaanu isliri wax ka soo socda ma jiraan waxaan ku darayaa dayaxa iskuulkii dayaxa la odhan jiray wasiirka tacliintu waxaanu yidhi waxaad nooga dhigtaa multi education ama de secondary waanu haysanaa meel ama lagu barto beeraha xoolaha ama technical school iyo secondary isku dhex jira saasaan ka dhigaynaa buu yidhi kharashkana saasaa lagu qoondeeyey dhismaheedii waxay laba sannadood in la wado oo ardaydaas qalabkii la keeno mashiinadii la keeno iyana waad og tihiin wuu taagan yahay ardaydiina hadba guriba laga saaraa magaalada Cargaaba intaas waa waxyaalaha waaweyn waxyaalaha kale yaryar ay dowladdu dee sakratay waynu ognahay waxba kusii tiigaali maayo qodobada waynu baan ka soo qaadanayaa dhinaca siyaasadda xisbigu wuxuu keenay nin 25 sannadood caayo in Ismaaciil Samatar la yidhaahdo ayaa 5 qodob la yimid yidhi waxaan ku qancay inaan xisbiga kulmiye uu qabtay horumar fiican siyaasaddiisuna toos tahay ninkaas waa nin ka soo saaqiday caalamka oo maxay dee la qabsan waayey caalamkii 25 sannadoodna wuxuu caayay Somaliland wuu lahaa waa dad qabiila waa dad aan u qalmin dowladnimo la siiyo waa infisaali waa dad goostay waa dad gumaysta dadka kiibaa iminka kulmiya keentay oo tidhi kambeyn noo samay ilaa halkan ilaa Badhan ilaa Lascaanood buu tegey 5 qodob buu sitaayo qodobadii annagu aanu ka hadlaynay ee la yidhi qabt markii hore kulmiye uu ahaa qorshihiisu oo waxba ka qabsoomin ayuu la socdaa waxa uu ku balatiigayaana waxa weeyaan wax faasida oo aan macno badan lahayn intaas waa intaas waxaan ku noqonayaa saaxiibadeedii kulmiye anigu waxaan u shaqeynaynaa saaxiibayaal waddankeenu u shaqeynaynay qabiilka baynu shaqeynayn cid ka baynu shaqeynayn haddaad odhan doontaan qabiil buu ku biiray ama reer buu ku biiray 14 sannaan kulmiye joogay qabiilla waan ahaa horumarka iyo brogaraamka maxaa tahay waddanku leeyahay ayaynu ka wada shaqeynaynay kiina wuu qalloocday iminkana xisbiga wadani waxaanu ku qancanay ajendihiisa
iyo qorshi barnaamijkiisa siyaasadeed iyo ka dhaqaale iyo ka arrimo bulshood uu soo bandhigay. Waan ku qanacsannahay, waan la eegi doonaa haddii dambarkaas uu isaga laftiisu dhinaca ka dhaafo arrimahaas uu soo bandhigay, hadduu doorashada helo, de isagana waa laga footeynayaa. Waxaan intaas ku darayaa, waxaan leeyahay saaxiibaday iyo kollegaygii, aniga hadda waxay soo influence gareeyay Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ahaa nin aan wada shaqeyno, oo xisbigii kulmiye ka wada shaqeynaynay, oo wadada ka wada shaqeynay, oo horumarkay wada shaqeynaynay. Ninkaas ayaan ku qancay mar hadduu ka tegay xisbigii kulmiye, meeshu u wareegay ayaanu ula wareegnay. Waxaan leenahay raggii aanu asxaabta ahayn aanu wada shaqaynaynay, madar ducaale Jabuuti, maxamed boqor, maxamed boqor, boqor cabdi axmed cali, maxamed cawad faarax, saaxiibadeydii kulmiyihii hore ahaa iyo hablihii badnaa aanu wada shaqayn jiray, iyo saaxiibadii kale waaweynaa. Runtii way ka baxeen meesha oo ma joogaan iminka, dad cusub baa jooga. Taageerayaashaydii iyo taageerayaashii aanu wada taageerayaashaydii ila shaqaynayay dhammaantiin saaxiibayaal, waxaan idin leeyahay soo wareega noo kaleya. Waxaan salaamayaa hablaha sharafta leh, waayeelka guurtida, madaxda xisbiga wadani, mayrka, dhammaan xildhibaankan ee agtaagan iyo xildhibaan baaro halkaa fadhida, hablaha iyagii golihii deegaanka, hablaha kale ee sharafta badan ee halkan fadhiya.